الفنانة فاطمة الطبع كانت فنانة مميزة جدا وما كانتش زي أي فنانة. ولدت في 22 أكتوبر 1953 في القاهرة. كانت فاطمة الطبع من عيلة مصرية أصيلة متمسكة بالعادات والتقاليد من وهي صغيرة. كان عندها حلم واحد وهو إنها تصبح ممثلة. أهلها طبعا في الأول كانوا رافضين الفكرة، لكن بإصرارها وكلامها الحلو وإسلوبها الجميل قدرت تقنعهم وتدخل المعهد العالي للفنون المسرحية، وفعلا اتخرجت في المعهد. من يومها وهي في رحلة نجاح وتألق، مفيش دور عملته إلا وكانت بتبدع فيه. فاطمة كانت معروفة إنها بتلتزم بالقيم والأخلاق، مفيش مشهد عملته في شيء غير أخلاقي. علشان كده الجمهور أطلق عليها لقب فنانة الأدب، لأنها كانت مثال للإحترام والرقي في جميع أدوارها، وكانت بتختار أدوارها بعناية. بداية فاطمة كانت مع فرقة رضا الاستعراضية، من هنا بقى فتحت ليها أبواب التمثيل. شاركت في أعمال مسرحية زي ملكة الغجر وبداية ونهاية، ونجحت كمان في أعمال درامية زي الطاحونة وزوجات صغيرات والرجل والحصان ونوادر العرب. الناس حبوها جدا لما عملت دور الفلاحة، وكان عندها قدرة كبيرة جدا على النطق بالعربية الفصحى، علشان كده كانت مميزة في الأدوار الدينية والتاريخية. فاطمة الطبع عملت أفلام مع عمالقة السينما زي أحمد زكي في فيلم سعد اليتيم وسعيد صالح في فيلم محطة الأنس. ومع إنها كانت بتقدم فن جميل وراقي في منتصف التسعينات، فقررت فجأة إنها تغير حياتها بالكامل، فتجوزت مهندس معماري اسمه أحمد حسن ولبست الحجاب، وبعديها اعتزلت الفن سنة 99 علشان تتفرغ لأسرتها. فاطمة الطبع كانت دايما بتقول إن الفن رسالة مش وسيلة للشهرة والفلوس، وهي كانت مثال حقيقي للفنانة اللي بتحب الفن علشان تحافظ على قيمها ومبادئها. الناس فضلوا يحترموها ويقدروها حتى بعد ما اختفت عن الساحة الفنية. يعني نقدر نقول إن فاطمة الطبع كانت نجمة من غير ما تتنازل عن مبادئها، ودي حاجة نادرة جدا في الزمن ده.